مع من بوتنا عندنا إن نشفع. ليس إلا الموت سبيلا للخلاص، ما يقوله الحاج أحمد يلخص معاناة كثير من أبناء الريف الجنوبي في إدلب، حيث عاد منذ فترة زمنية قصيرة إلى بيته بعد رحلة نزوح مريرة عانى فيها أشكالا متعددة من الظلم والقهر، والآن لا يعلم أيرحل مجددا أم يبقى في منطقة تفتقد أبسط مقومات الحياة وسبل العيش. دنزع ما دنزح هذا نحجسه نحوين ما بعرف نعمليك بعمل خيمة ببرك ما عم ببركون الضرب لين هو الشغال لين هو الشغال والمدافع بتضرب والدبابات بتضرب والأنابل بتضرب ما عم نحسن لا ننام ولا عم نحسن نبرك نطلع لبرا ما في غير الشر أرسل هذا تطير حوالينا بنجي بنلتجا في بطن الحجر ما بقى نعرف اين بدنا نروح اين بدنا نلتجا ما بنعرف. ابتعاد المنظمات الإغاثية والخدمية عن قرى جبل الزاوية سببه المخاوف الأمنية، فالمنطقة تعتبر خطرة ومجهولة المصير وتنقصها كل أنواع الخدمات مع تعرضها لدمار شديد في بنيتها التحتية. طبعا بالنسبة لواقع الأهالي في ريف إدلب الجنوبي لم يعد إلا نسبة قليلة جدا، وذلك بسبب الأوضاع العسكرية والسياسية الراهنة التي لم تستقر حتى الآن ولم تصدر أي معلومات عن استقرار الوضع. طبعا أهالي ريف إدلب الجنوبي يعانون معاناة شديدة نتيجة اقتصار عمل المنظمات على أماكن محدودة، وذلك بسبب تماس هذه المنطقة مع مناطق النظام وخروقات النظام المتعددة الذي استهدف أكثر من منطقة وأكثر من مرة. طبعا وما زاد الأمر تعقيدا هو انتشار وباء كورونا في المرحلة الأخيرة. بلغ عدد العائدين إلى المنطقة بعد وقف إطلاق النار نحو 180 ألف شخص، عاد أكثر من 10,000 منهم إلى النزوح مجددا شمالا بسبب الخروقات العسكرية التي بلغ عددها 1064 خلال الأشهر الأربعة الماضية وفق تقرير فريق منسق الاستجابة. استهدفت منازل المدنيين، من يقول لسان حالهم تعبنا من النزوح والترحال ولعلها تكون المرة الأخيرة. ما عاد بالدار أصحابه، أفرغت من سكانها ومن أثاثها ومن كل شيء جميل، وفرض على أهلها الموت قصفا أو قهرا، آخر الكوارث بالكوفيد 19 الذي يقول عنه السوريون. هذا ما كان ينقصنا. أحمد أمين، تلفزيون سوريا، جبل الزاوية، ريف إدلب.